نستكمل إن شاء الله. إحنا زي ما قلنا كنا بنتكلم على أوامر السيلكت، وأخدنا نحدد فيلدز معينة ونحط كونديشنز، ووضحنا إن الكونديشنز دي حاجات بسيطة زي اللي إحنا أخدناها قبل كده. يعني هاخد كام أمر كده سريع على الكونديشنز اللي إحنا أخدناها قبل كده، زي مثلا لما بحثنا بالنيم لايك مثلا، كان ده من الحاجات اللي هي كانت مفيدة ومستخدمة بشكل يعني كبير. هي نفس الكلام لو أنا عندنا الأسماء مثلا، قلت أنا عايز اللي هو TH وبعد TH أي حاجة، فأنا أي حد يبدأ بال TH وبعديها أي عدد من الحروف، عملت ران قال لي في طه وفي طاهر، الاثنين TH TH تمام؟ يبقى وطبعا أنا حاطط قبلها تي علامة في المية، والكلام اللي إحنا شرحناه قبل كده في ال، بس بحاول أحفظ دايما الأوامر اللي إحنا استخدمناها قبل كده. طبعا في طرق في طرق تانية، بس أنا بأكد بس على الأصول اللي موجودة يعني. طيب السالري مثلا ممكن أقول له السالري، كنا بنعمل بتوين طبعا ما بين كذا وبين كذا، ده كان شهير يعني. هنا ما بنكتبش كلمه بتوين، بنعملها بشكل ابسط، احنا بنعمل بس قوسين دول وبنكتب الرقم، يعني ما بين 27000 و 37000 مثلا، ده معناها كنا كده ايه السالري ما بين الاثنين الرقمين دول يعني. ان نسينا ايه، ماشي ان سالري ان دول بس تمام كده، فجاب لي كل الناس اللي ما بين الايه ما بين الرقمين دول ان 27 و 37، فجاب لي كل الناس اللي ما بين 27 و 37 بتوين الاثنين دول يعني. دي برضو من الحاجات اللي هي الشهيرة. في برضو هاخد لي امرين كمان مشهورين في السيلكتات كده، وبعد كده سيبني من السيلكت. من الحاجات الشهيره برضو او المفيده، هي مش شهيره مش موجوده في باقي الحاجات بشكل معتاد في بقيه الاوامر، بس هنا بصراحه هي مفيده جدا. يعني لو كنا بما اننا بنتكلم على لايك، حاجه اسمها اني، ممكن اني دي بقى اديها لايك زي ما انا عايز، ودي معناها بصراحه حاجه قويه قوي، معناها ابحث في اي حاجه في اي في اي في اي بروبرتي من دول يكون فيها اللي انا هقول عليه ده، فهمتوا؟ اي بروبرتي من دول فيها اللي انا بقول عليه ده، طبعا دي شيء طيب يعني. طيب اجيب زي ايه مثلا؟ اعمل حاجه كده تكون خليط مثلا، هات لي اقول مثلا هات لي اي شيء بيبدا بحرف التي مثلا، اي حاجه تي واي حاجه، ايه الغرض اللي انا عايز اوضحه؟ هلاقي طاهر جه، هلاقي طه جه صح، طاهر جه صح، صلاح صلاح جه ليه؟ ما بيبداش بحرف تي ولا في حرف تي، اقول لك اه عشان بس المهنه بتاعته بدات بتي، خد بالكم؟ فبيعمل ايه؟ فبيعمل الكونديشن على اي فيلد بقى يقابله، انا مش محدد. وده جنرال سيرش مفيد جدا يعني، ده جنرال سيرش بسيط ومفيد جدا جدا ومستخدم. يعني انا بدي اسيرش ولا بضطر احنا زمان نعمل بقى قصه طويله ونقول له الفيلد ده لايك كذا اور الفيلد ده لايك كذا اور الفيلد ده لايك كذا اور، وكلهم نفس الكونديشن بس نعمل اور 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 على الفيلد كلها. هنا طبعا الدنيا ابسط شويه، وكذلك طبعا ممكن ان انا اقول لو انا عايز ارسم البيانات بعمل اوردر باي، ممكن نعمل كل الداتابيزز الثانيه يعني اوردر باي، والحاجه اللي انا عايز ارتب بالايه؟ بالمرتب بالبتاع بالسالري مثلا، هلاحظ ان هو بدا يرتب لي السالري من 27 ل 37 من الصغير للكبير. لو عايز تحط كلمه، عايز تكتبها بالعكس من الكبير للصغير، بتحط كلمه ديسك، ديسك ديسندنج، ديسندنج يعني ترتيب من الكبير للصغير، يعني تنازلي اسمه ديسندنج تنازلي، فهرتبك يعني دي كده يعني ايه نبذه سريعه كده عن امر السكيل، ومعناها ان اي حد عارف السكيل هيقدر ينتعش ويمشي في الطريق افضل من اي حد بدون اي مشاكل يعني. انا بس فاضل لي امرين كمان في الدي ام ال اللي هي الابديت والديليت، عشان بس احنا كده اخدنا كل الدي ام ال هنا على السي على السيكوال بتاع الاورينت قبل ما نتنقل للايه ازاي نتعامل معاها من البايثون يعني. فعايزين مثلا نعدل مثلا السجل ده، السجل ده رانيا 27000 بريش، ماشي ماشي.
عايز اعدل الريكورد ده في اكتر من اسلوب نقدر نعدل بيه الريكورد بتاعنا. لو نعمل الستاندرد او الابديت تمام الامبلين سيرت واحدد عايز اعدل ايه. عايز اقول اعدل مثلا مين هي مثلا ايه شوف الاسم كان ايه سمير ماشي قلت له راح منين ماشي حلو ممكن اقول وان وممكن مرتب بس اقول السالري يكون مثلا محدد المرتب اللي انا عايز اكتب فيه بس ما اقولش ما اسكتش طبعا لو سكت كده طبعا اعدل كل الناس بالبيانات دي لكن اقول له وير مش كونديشن معين ممكن اقول له اي دي ممكن اقول له اي دي خلينا في الاي دي بس الاي دي بيساوي اللي هو رقم الامبلي ده 114 قلت له 114 ماشي رقم مميز 114 ران قال لي وان ريكورد طبعا وان ريكورد ايوه طبعا لان عدد الريكوردز اتاثرت بالجمله واحد معناها كده يعني لان هو الجمله دي لما اشتركت ممكن تاثر على اكتر من واحد اثرت على واحد بس على ريكورد واحد يعني او على ديتا واحده تمام على مكون بيانات واحد وبكده بنعمل ابديت عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه وكذلك الدريت وكذلك الدريت يعني كان عندنا مثلا بيانات اهي لو انا 114 ده عايز احذفه مثلا اقوم جاي اعمل ايه؟ ديليت امبلي من غير ما احدد حاجه خالص بس اقول له ايه؟ وير ان الاي دي 114 خلاص يبقى كده احنا عملنا ايه؟ اهو بس ابديت دي وادي الديليت اهي قلت له ران اه ديليت فروم بس تمام قال لي برضو اثرت على واحد قلت له كويس جدا عشان اتاكد ان هو اتحذف عشان اللي بياخد كام دقيقتين عشان اتاكد ان هو اتحذف ممكن ارجع عريرا ممكن اعمل كده امسح اللي هنا وادوس الت مع سهم اللي فوق كده يرجعني للجمل اللي احنا استخدمناها مثلا هدي قلت له رن قال لي جاب لي كل البيانات اهي مش هلاقي فيهم اللي 114 111 112 13 14 15 مفيش 100 وايه؟ مفيش 14 اسف مفيش 14 تمام؟ حلو يبقى دي الاوامر الاساسيه اللي احنا بنستخدمها في التعامل مع البيانات عموما كلها الخاصه بال الاورينت. هل في اي اسئله في الحته دي؟ شباب تمام.